يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك. يا سلام، أنا النهاردة فرحتي فرحتين يا حاج، فرحة بجواز شهاب والفرحة التانية عشان هيتجوز اللي أنا نقيتها له. وهم يعني كانوا استعنوا وكلفوا خاطرهم ودونا خبر؟ ده لولا العمدة قال لي ولا كنا درينا. ده أنا كنت في نص هدومي لما الراجل حس إن ابني ما بلغنيش بخبر زي ده، وبنته ما طقتش تستنى وقالت لأبوها على طول. ما هو ابنك برضه تلقاه واخد على خاطره منك يا حاج. هو اللي انت عملته فيه ده كان شويه؟ ده انت بعت البيت حتى ما شرتش عليه. انت بتقول ايه يا توحيدي؟ اشور عليه؟ اشور عليه بعد ما طلع نجل وخلى الغريب يمد ايده لنا بصدقه؟ يا سلام. وحتى لو كان الحق معاه واحنا الغلط ركبنا من ساسنا لراسنا، قال لي برضه ابوه وانت امه، وما فيش ابن في الدنيا يزعل من ابوه وامه مهما عملوا فيه. ايش حال بقى احنا ما عملناش معاه غير كل خير؟ معلش يا حاج، عشان خاطري الهي ربنا ما يرميك في ضيق، ده ابننا الوحيد اللي ملناش غيره. عشان خاطري يعني سامحه، سامحه يا اخويا، بلاش قلبك يبقى غضبان عليه لاجل ربنا ما يبارك له في ولاده. قلب الاب عمره ما يعرف الكره ناحية ابنه، لكن غصب عني يا توحيدي أنا صعبان علي نفسي. طب إيه رأيك بقى؟ شوف أنت بتقولي إيه وأنا بقول إيه. ابنك مش هيعزمنا على فرح ابنه. أنا عايز أفهم إشمعنى بنت سعيد عبد الله اللي ابنك شهاب عايز يتجوزها؟ البنت حلوة؟ هي من ناحية حلوة حلوة. حلوة ولا وحشة مش ده المهم، المهم إنها تكون عجباه. لا، ما هي في الأول ما كانتش عجباه، وبعدين بابا اتحايل عليه. يعني هيتجوز غصب عنه؟ الله، وانت ازاي بس يا حميدة توافقي على حاجة زي دي؟ ما أنا ما كنتش موافقة يا ماما، واتخانقت مع هارون. تقوم تسيب ابنك يتجوز واحدة هو مش عايز يتجوزها؟ لا، ما هو رجع وافق بعد كده، بس كان شارط انه لازم يسمع موافقتها بنفسه، ولما رحنا لهم البيت وسمع موافقتها بقى حيطير من الفرح. الله، يعني البنت ما كانتش موافقه على الجواز ولا ايه؟ ما اعرفش، لكن هارون كان اكيد متفق مع باباها قبل ما يكلم شهاب. على العموم اللي عمله شهاب ده عين العقل. عين العقل ده ايه؟ على راي المثل زي القرع المد البره. انا عارفه ماما حضرتك تقصدي ايه، لكن غصب عني انا ما فيش في ايدي حاجه اعملها. بقول لك ايه، اختك وجيده هتزعل منك قوي. انتوا بتقولوا ايه؟ انا مش سامع حاجه. اصل الحقيقه يعني كان نفسي قوي ان شهاب يتجوز هناء بنت وجيده. نفسك؟ نفسك ايه يا وفيه؟ الحاجات دي كان زمان، دلوقتي خلاص الجواز بقى له مواصفات تانية بيتفقوا عليها الاتنين اللي هيتجوزوا مش أهلهم. بنتك بتقول لك إن سعيد وهارون اتفقوا على الجواز قبل ما يفتحوا الأولاد. وبنتك برضو قالت إن شهاب ما كانش موافق وما اقتنعش إلا بعد ما سمع رأي البنت وموافقتها بنفسه. انتوا عارفين ده ليه؟ لأن شهاب أكيد كان متصور إن أهل البنت ضغطين عليها. عموما الجواز ده اسمه ونصيب زي القدر، مفيش منه مفر. ايوه، بس انا مش عارفه هعمل ايه مع وجيده. يا البنت كانت حاسه بحاجه هناء؟ طبعا، تلاقي وجيده لمحت لها بالكلام. هناء انا كنت حاسه انها مياله قوي لشهاب. طبعا انتوا السبب. انا دلوقتي مش عارفه هتصرف ازاي مع وجيدة، خايفة بقى لما تجيش الفرح. على العموم اطمني يا بنتي، سيب الموضوع ده علي انا. يعني بتلبس ونازل مش هتقعد شوية علشان نتكلم؟ نتكلم في ايه يا حميد؟ انا مش فاضيلك، انا فرح ابنك شاغلني. ما هو ده الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه، انت ناوي تعمل ايه؟ لا، من الناحيه دي اطمني خالص.
أنا ناوي أعمل فرح البلد كلها هتتكلم عليه لمدة سنين طويلة، ونويت كمان أعزم الحكومة كلها وكل الناس المهمين. ومال؟ أعزم كل الناس، هو أنت شوية في البلد؟ المهم بقى أنا عايز أكلمك في موضوع تاني. طب ما تتكلمي، ساكتة ليه؟ هو أنت مديني فرصة؟ يا ستي أنا سامعلك أهو. أنت نسيت والدك ووالدته، حتى ما كلفتش خاطرك واديتهم خبر. بعد الفصل اللي عملوه يا حميدة. وفرت، دول مهما كان والدك ووالدتك، وأول ناس يفرحوا لنا. يعني تفتكري لو عزمناهم هيجوا؟ حتى لو ما جوش، لازم تعزمهم. أنا اللي عزمهم يا حميدة؟ بعد اللي حصل ده؟ لا طبعا مش ممكن. بقول لك هتعزمهم. انت عايز ولادك يزعلوا؟ دول روحهم فيهم. خلاص خلي شهاب هو اللي يروح يعزمهم، مش هو العريس؟ لا انت اللي هتعزمهم يا هارون. جرايه يا حميده، انت من امتى بتمشي كلمتك عليا؟ انا قلت مش هعزمهم يعني مش هعزمهم. لازم يعرفوا ان اللي عملوه ده غلط وان انا زعلان منهم. وبعدين خلاص بقى انا مش عايز كلام في الموضوع ده تاني، مفهوم؟ لا على فكرة، هو أختك وجوزها هيجوا؟ إيه؟ ما بترديش ليه؟ هيجوا ولا مش هيجوا؟ أنا ما أعرفش. يا ريت لو ما يجوش. خلص بقى يا فايق، عايزه اتكلم مكالمه مهمه. اتكلم انت على الخط التاني. يا ماما التليفون التاني شهاب بيتكلم فيه. طب عشان خاطر يا ماما لحظه واحده بس، لحظه واحده عشان بعزم اصحابي. تعزم صحابك ولا؟ طب يلا على العموم خلص انت بسرعه علشان عايزه اكلم ستك وجدك في البلد. ايوه يا اهلا وسهلا. اهلا يا حميده، يا اختي ان شاء الله تسلمي، سالت عليك العافيه. بخير، وانتوا ان شاء الله تكونوا بخير. طيب يا اختي، ها يا الف نهار ابيض، يا سلام كده. طيب يا اختي عقبال اخوه يا رب ان شاء الله. اسمعي بقى، قولي له يا فايق ستك توحيده هي اللي هتنقي لك العروسه زي ما نقت عروسه اخوك. ربنا ما يحرمنيش منك يا خالتي، والله لولا هارون مشغول في حكايه الفرح كان كلمكم بنفسه، لكن قال لي معلش بقى يا حميده كلميهم انتي يوم الخميس باذن الله. اوعوا تتاخروا. انا عندي فكره، ايه رايك ما تيجوا تباتوا قبليها بليله معانا وهو نبقى كلنا مع بعض؟ طيب قولي لعمي الحاج. لا الفرح مش هنعمله عندنا. على خيرة الله ان شاء الله. ايوه يا اختي ربنا يتمم بخير، مع الف سلامة. يا حاج الفرح يوم الخميس، ان جيت للحق مرات ابنك دي اصيلة بنت ناس اصلة. انت هتقوليلي دي برقبة ابنك وهو ما اتكلمش ليه؟ مستكبر يكلم ابوه وامه؟ ولا مستكبر ولا حاجه، دي لسه حميده قايله لي دلوقتي انه ملخوم لشوشه في حكايه الفرح دي، وهو اللي قال لها الكلام. لا في الخير. بقول لك ايه يا حاجه، الفرح ده انا مش رايحه. اذا كنت انت عايزه تروحي روحي لوحدك، لكن انا مش رايح. حد الله ما بيني وبينه. لا يا حاج مالكش حق في كده. طب انت وزعلان مع ابنك، لكن حميده مراته ذنبها ايه تكسر بخاطرها؟ ولا شاب يا عيني ذنبه ايه؟ ده الواد روحه فيك، لو اي حد عمل له حاجه ولا ضايقه يجي جري عليك ويتربي في حضنك ويشتكي لك. مالكش حق يا حاج. وانا مش عارف وحاسس بكل اللي بتقوليه ده يا حاج. هو ده شوية علي، ما انت عارفة غلاوتهم عندي قد ايه، تاني ما بستحملش عليهم الهوى الطاير، لكن ابوهم
ابوهم قلبه جامد قوي. يا ريتني كنت قاسي عليه، ساعتها كنت لقيت له عذر وكان قلبي برد من ناحيته. يا ريت. طب هنعمل ايه؟ دي حكمة ربنا، هو اللي عايز كده، وليه حكمة في اللي بيعمله ده. لكن ما تاخدش الواد بذنب ابوه. ايه؟ ولا انت بقى عايز تنكد على الواد في ليلة فرحه؟ اذا كان على شهاب انا هروح له بعد كده وابارك له واعمل معاه الواجب اللي قدرني عليها ربنا. ما ينفعش يا حاج، ما ينفعش ابدا. شهاب لازم يشوفك وهو قاعد في الكوشه مع عروسته كده، ويشوفك كده ويشوف فرحتك وانت واقف جنبه. لا، على راي المثل هو بعد العيد ينفتي الكحك. Thank you.
بنتك مبوزه ليه؟ حد ضايقها في حاجه؟ ابدا يا ماما مفيش حاجه. طب امي قولي لها بقى تفرد خلقتها ما تفرجش علينا الناس. سيبيها بقى دلوقتي يا ماما. يبقى لازم بقى الفرح مش عاجبها. حقا ده تبقى غلطان، ده حته فرح ما تعملش الحاجه دي قبل كده. شايف الافراح اللي بتتعمل يا عمدي؟ اهدي الافراح ولا بلاش؟ مش زي الفرح اللي عملوه النسايبك لابنك. الناس عملوا ربنا قدرهم عليه، انت ناس ان احنا كان لازم نعمل كل ده، وجالي بعد الوقت ده كله وتقول الكلام ده. عن اذنكم يا جماعه اسلم على الحاج حامد والد هارون بيه. مبروك يا حاج حامد. الله يبارك فيك يا عبد الله. لا والله ما انت قايل، ما تقلقش نفسك. الناس ما ماتش يا راجل. مساء الخير يا سعدون بيه. ظاهر سعدون بيه مش واخد باله. عبد الله بيه بيمسي يا سعدون بيه. ادي احنا برضه في الاخر طلعنا انا سايب يا سعدون بيه. هنعمل ايه؟ دنيا. ما تشرفنا يا حاج حامد انت والست الحاجة تقعدوا معانا شويه، ولا انت ما انتش قادر تستغنى عن نسايبك؟ ما احنا برضه في الاخر طلعنا انا سايب. ربنا يتمم بخير. مش واجب برضه اقوم اسلم على عبد الله بيه. يوه يا عبد الخالق انت لسه ما سلمتش. قوم يا راجل سلم ما يصحش. مش معنى هو ما جاش يسلم عليك زي ما سلم على الحاج حامد واهل العريس. الناس مقامات يا بنتي. انت مقامك كبير قوي يا بابا. ما تسمعش كلام بنتك يا عبد الخالق وقوم سلم. بابا لو قمت انا هزعل. يا سبحان الله، مين كان يصدق ان عبد الله بيه بجلاله قدره يهز طوله ويروح يسلم على الحاج حامد؟ عارف ليه يا بابا؟ الطمع. ربنا يا بنتي يكفينا شر الطمع. دلوقتي بتقوليها يا ماما؟ ايه يا عم الحاج رايحين فين؟ هنشوف وشكوا بخير بقى. ايه ده يا جد، انتوا هتسافروا دلوقتي؟ يوجاتك ايه يا فايق؟ ده احنا طالعين اوضتنا. انتوا نازلين هنا؟ ايوه اخدنا اوضه هنا. معقوله يا عم الحاج؟ انتوا لازم تيجوا معانا. ايوه طبعا يا جد ما يصحش. ده حتى هارون كان يزعل قوي. معلش يا بنتي خلينا على راحتنا. يلا يا حاج. عاجبك اللي حصل ده؟ ازاي والدك ووالدتك ما يردوش يجوا معانا ويباتوا في اوتيل؟ معاهم فلوس بقى يا ستي ومبسوطين. يا سلام، يعني مش همك كلام الناس تقول ايه؟ ازاي يباتوا في اوتيل وبيت ابنهم موجود؟ هي مش امي قالت لك سيبينا على راحتنا؟ ايوه علشان انت ما عزمتش عليهم، خليتهم زعلوا وعملوا كده. هو انا كنت شفتهم؟ ما هو انت كان لازم تطلع لهم الاوضه وما تنزلش لو هم معاك. انت ناسيه اللي عملوه فينا. انا اللي اعرفه ان الحاج لا يمكن يعمل حاجه غلط ويخاف منها. خلاص بقى يا ستي هو وراحته. انت هتفضل تقول لي كده؟ ما انا عايز اعمل ايه؟ عاوزاك تعرف ايه سبب زعلهم، واجه باباك بقى واعرف هو زعلان منك ليه؟ حميده، حميده انا مش رايق لك،
انا طول الليل واقف على رجليا الاثنين دول، وبعدين دي ليله فرح ابنك، خلي الليله دي تعدي على خير وسيبيني بقى اتخمد انام. يعني من ساعه فرح اختك وانا ما شفتكش، اوعى تعملي زي ابوك وتقول لي مشغول. والله يا ماما غصب عنك مشغول، لشوشتي ملخوم قد كده في المستشفى الجديده. ومراتك مش هين عليها ترفع سماعه التليفون وتسال؟ مراتي دي في الباي باي خالص، مفيش في دماغها غير حاجتين، النادي واصحابها وبس. يعني ايه؟ وبيتها وجوزها؟ لا مش في دماغها خالص، على العموم الحمد لله انا مبسوط كده قوي، لانها لو قعدت لوحدها في البيت هتستلمني انا، وحضرتك عارفه انا مش فاضي الكلام ده قوي. المهم اخبار انجي ما اتكلمتش من باريس؟ باريس؟ انت مش عارف اختك سافرت فين؟ دي سافرت النمسا. ايوه افتكرت، اصلهم طولوا قوي في شهر العسل. اخر مره كلمتني قالت لي ان هم هيجوا النهارده، يمكن كمان شويه تلاقيهم اتصل. بس باين عليها مبسوطه قوي مع عريسها ده، امال ما كانتش موافقه عليه ومش عايزاه ومش عايزه تشوفه، ولا هو ده لعبناته خلاص؟ انت تعرف منين انها مبسوطه؟ يا ماما يا حبيبتي ده اكيد مبسوطه، العروسه لما تقعد بره شهرين في شهر العسل تبقى لازم مبسوطه. انا مراتي ما طقتش تكمل شهر العسل وقالت لي عايز ارجع. وهي بتطول تتجوز واحد زيك؟ المهم ما دام انت مبسوط ربنا يهنيك. الو؟ ايوه يا انجي، وحشتيني قوي يا حبيبتي. ده انا لسه حالا كنت في سيرتك انا واخوكي. رجعتي امتى؟ واتبسطتي؟ ربنا يهنيك. لا لا انا هجيلك بكره من نجمه، اصلك وحشاني قوي يا حبيبتي. وشهاب، شهاب عامل ايه؟ ها ايه رايك بقى في مكتبك؟ شغال حلو يا بابا، مش وحش بس ناقص شويه حاجات كده، يعني مثلا ممكن يتحط هنا تلفزيون على جهاز فيديو على شريطين عشان واحد وهو قاعد برضه يبقى مع نفسه كده يعني. تلفزيون وفيديو؟ انت يا ابني جاي تشتغل ولا جاي تتفرج على التلفزيون والفيديو؟ ما هو بابا الواحد بيشوف في افلام السينما الناس المسؤولين الكبار دول بيبقى في مكاتبهم فيه الحاجات دي، يعني برضه تلفزيون فيديو يعني الواحد يبقى كده عايش يعني وهو بيشتغل. يا ابني المسؤولين اللي انت بتشوفهم في السينما دول ما يعرفوش حاجه، احنا بنقعد نتفرج عليهم ما احناش فاهمين هم بيعملوا ايه، مش كده ولا ايه يا كمال؟ اه طبعا كلام سيادتك مظبوط يا هارون بيه، ده حتى شغل سينما. ما علينا، اعمل حسابك بقى ان كمال من هنا ورايح هيبقى المستشار بتاعك، هو وعدني في ظرف شهرين ثلاثة هيفهمك اصول الشغل كله، عشان يوم ما تقعد على المكتب ده تبقى مالي مركزك، ما تبقاش قاعد زي طور الله في برسيم. الله الله الله، ايه يا بابا لازمته الكلام ده بس؟ الكلام ده انا لازم اقوله لك عشان الكرسي ده ما يلفش دماغك وتفتكر نفسك ابو العريف. ده بنك يا حبيبي، فاهم يعني ايه بنك؟ يعني فلوس، وانا بحب الفلوس، واحب ان فلوسي تزيد ما تنقص قرش ساغ، واللي ينقص فلوسي قرش ساغ واحد ما يلزمنيش حتى لو كان ابني. اطمن يا هارون بيه، انا شخصيا واثق جدا في شهاب بيه. في مين؟ شهاب بيه؟ شهاب بيه ده ايه يا كمال؟ يوم ما يملى مركزه نبقى كلنا نقول له شهاب بيه، لكن لغايه دلوقتي هو شهاب وبس. واعمل حسابك لو غلط ابقى اشخط فيه، لان انت اللي هتبقى مسؤول قدام. اطمن اطمن يا هارون بيه. انا من بكره الصبح هرجع مكتبي القديم، وعايز اقعد على الكرسي بتاعي وانا مطمن. مفهوم؟ مفهوم يا هارون بيه. يلا بقى يا استاذ ورينا هتقعد على مكتبك ازاي. ها شغلانه يعني؟ وحضرتك بتشك يعني ان انا ممكن اقعد على المكتب؟ طول النهار قايم قاعد قايم قاعد. وبعدين يا بابا لو القعده ليها قوانين تهيألي يعني كانوا ادوها لنا في الكليه. بابا ده ايه يا حبيبي؟ اولا بابا دي ما تتقالش هنا في المكتب، بابا دي تتقال في البيت هناك عند ماما. هنا انا هارون بيه صاحب الشغل ده كله. ثانيا انا مش عايز لماضه، انا اللي اقول لك عليه تعمله وانت ساكت. ثالثا انسى موضوع الكليه، الكليه علمتك واديتك شهاده لكن ما علمتكش ازاي تعمل فلوس. الكرسي اللي انت هتقعد عليه هو ده اللي هيعلمك ازاي تعمل فلوس، مش كده ولا ايه يا كمال؟ مظبوط كلام سيادتك مظبوط يا هارون بيه. اقعد بقى يا سيدي ورينا هتقعد ازاي. يا بابا حضرتك عمال تنقرصني كده ومش مستني حتى لما اقعد وبعدين تحكم. انا لمطتك دي مش عجباني، اتفضل. لا ما ينفعش اقعد وحضرتك واقف. انا مش بقول لك يا كمال الواد ده مش هينفع، ما تقعد يلا. اهو قعدت فيها ايه بقى؟
حاجة تانية مهمة كمان، اعمل حسابك ان اسرار شغلك محدش يعرف عنها حاجة، ولا حتى المدام بتاعتي؟ بالذات المدام بتاعتك. الستات ما لهمش حاجة غير الرغي، يعني ان شاء الله هتلاقي كل اسرار شغلك على كل لسان. ساعتها بقى وريني هتعمل ايه يا فالح. والله ما كانش له لزوم ده كله، احنا مش ضيوف. ازاي بقى يا طنط؟ احنا لسه نشرب الشاي مع بعض. وحطيس عم فايق. نشرب الشاي وناكل الشرطه، هيبقوا كده. ماشي يا عم، بس على الله ما تاكلش حته قد كده وترجع تقولي خلاص مش قادر. ليه هي وحشه قوي للدرجه دي ولا ايه؟ ده فايق عيب، ده اخوك اللي جابها. ما هو ده اللي انا خايفه منه. يا زوجي العزيز، حضرتك نسيت سيرفيز الكاتو، ممكن تروح تجيبه؟ حاضر، هجيب ال ها؟ امال فين السفراجي؟ النهارده يوم اجازته يا طنط. هو لحق ياخد اجازه؟ ده انتوا لسه عرايس. خلي شهاب يشتغل شويه يا ماما. ايوه بس انت عارف اخوك مش واخد على التعب. بس ان جيتي الحق يا طنط، شهاب مش بيخليني اقوم من مكاني. يعني ايه؟ هنعمل ايه بقى يا ماما؟ اشغال شقه في الشغل وفي البيت. امال السفراجي بيعمل ايه؟ يا ماما هما مش بيقولوا الجواز اصلاح وتهذيب؟ ايه فيقوا؟ انت معايا ولا عليا؟ اصحى دورك جاي. فايق ما بيعرفش يعمل فنجان شاي لنفسه. انا مستعد اعمل برميل شاي، بس ايه يا فايق؟ ما تكمل. ليه؟ هو انت فاكراني مش عارفه؟ يعني ما قلتليش يا شهاب وسايب اخوك من ساعه ما قعد هرينا تريقه؟ لا يا ستي، بابا النهارده اداني درس قاسي جدا ازاي احافظ على اسرار شغلي. اه بالحق يا شهاب، انت ما قلتليش عامل ايه في الشغل. يعني هو ايه اللي يعني؟ انا مش لسه قايل لك يا جدع انت بابا اداني درس قاسي ازاي احافظ على اسرار شغلي؟ وهو ده جديد على ابوك؟ انا من يوم ما اتجوزت وانا ما اعرفش اي حاجه عن شغلي. طب انت ايه رايك يا جيجي في الكلام ده بصفتك انت كمان مرات راجل اعمال مهم؟ انا من رايي ان الراجل لازم يثق في مراته، امال اتجوزها ليه؟ انا كمان رايي من راي جيجي. يعني ايه؟ تقصد ان ابوك مش واثق فيا؟ لا يا ماما انا ما اقصدش، معلش انا متاسف. امال تقصد ايه؟ عاجبك كده يا عم شهاب؟ اديك جبت لنا الكلام. انا مالي، حد قالك تخرف؟ اخوك ما غلطش في حاجه. طب امال حضرتك زعلت ليه بس؟ يا ماما حضرتك ليه بس زعلتي من كلامي؟ انا والله العظيم ما كنت اقصد اي حاجه. انا ما زعلتش منك انت فايق، انا زعلت على اخوك وعمايل مراته معاه. بس اقول لك على حاجه يا ماما، انا شايف انه مبسوط. وانا شايفه بقى انها متحكمه فيه، ما راعتش ابدا ان امه قاعده، كل شويه تامره وتقول له روح هات كذا واعمل كذا. ايوه يا ماما، بس دول زوج وزوجه وهم حرين في حياتهم. جايز اللي بتقوله ده صح، وطبعا هتقول لي انا متعلمه ومتعلمه ارقى تعليم كمان، يعني لازم اكون موضوعيه في حكمي. لكن انا اتربيت في بيت له تقاليده، اتعودت ان الراجل دايما هو صاحب القرار في بيته. حتى لما اتجوزت ابوك فضل هو صاحب الكلمه في بيته. وعايزه كمان ابني لازم يبقى صاحب الكلمه في بيته، وانت كمان يوم ما تتجوز لازم تبقى صاحب الكلمه في بيتك. واوعى تقول لي بقى انه بيحبها. ايوه طبعا يا ماما بيحبها. عارفه ليه؟ لانه قبل ما يتجوزها كان واخد منها موقف وكان ناوي يعاملها معامله تانية خالص، لكن يظهر بقى انها قدرت تغير مشاعره وتخليه يحبها. انا كنت عارفه من الاول انه كان بيحبها. اوعى تفتكر ان انا كنت نايمه على وداني. الام تقدر تعرف كل حاجه لو بصت في عين ابنها. واوعى تقول لي بقى ان الحب يلغي شخصيه الزوج ويدي حق للزوجه اكتر من حقوقها. والله يا ماما دي مساله نسبيه، ومتهيألي كل زوج وزوجه بيتفقوا على طريقه حياتهم. جايز اللي بتقوله ده صح، لكن اعذرني انا ام واحب دايما اشوف ولادي بالصوره اللي في خيالي. واديك شايف باباك بيعمل معانا ايه. يا ماما حضرتك وبابا جيل واحنا جيل تاني خالص. جيل تاني يعني ايه؟ يعني تلغي شخصيتك قدام مراتك؟ بصراحة بقى يا ماما أنا شايف إن الموضوع ده واخد أكبر من حجمه. ولما أنت شايف كده بتناقشني فيه ليه من الأول؟ على العموم أنا قلت رأيي وأنت حر بقى. حر في إيه بس يا ماما؟ هو أنا لسه اتجوزت؟ تحت أمرك يا فندم. انت خلصت شغلك؟ ايوه يا فندم. طب اقعد. حاضر. انت حقيقي مالكش شخصيه في بيتك؟ انا وبيتي يا فندم. انت ليك كام بيت؟ بيتك اللي انت عايش فيه انت ومراتك. هو ايه اللي حصل عشان ده كله يا فندم؟ مش فاهم حاجه. ما بلاش كلمه يا فندم دي. انا دلوقتي ابوك وبكلمك في مساله عائليه.
حاضر يا بابا. شوف يا شهاب يا ابني، انا عملت الثروه دي كلها علشان خاطرك وخاطر اخوك، عشان ما حدش يجي في يوم من الايام ويذلكوا ويتحكم فيكوا. عشان كده كلمتك هي اللي لازم تمشي بره البيت وجوه البيت. هو في ايه يا بابا عشان ده كله؟ انا مش فاهم حاجه. طب ممكن تسكت بقى وتسيبني اكمل كلامي عشان تفهم انا عايز اقول ايه؟ حاضر يا بابا. انت عارف انا جوزتك بنت سعيد ليه؟ انا جوزتك بنت سعيد لغرض في نفسي. سعيد يا ابني في يوم من الايام قبل ما اتجوز امك، هو وابوه زلوني ذل محدش يقدر يستحمله، لكن انا بقى استحملت ودفنت في نفسي وجاهدت وحاربت ودست على عواطفي ودست على كل حاجه لحد لما بقيت اللي انت شايفه دلوقتي. وعشان يبصولي لازم يرفعوا رقبتهم لفوق. تم تيجي انت دلوقتي وتوطي راسك قدام بنتهم؟ اهو ده بقى اللي لا يمكن اسمح بيه ولا يمكن اقبل بيه. هتقولي بتحبها؟ اكيد يا بابا، والا ما كنتش اتجوزتها من اصلي. تبقى خايب ومش ابن هارون. العواطف والحب كلام فارغ، ضعف، ويوم ما الضعف يتمكن منك تبقى انسان ضعيف وفاشل، وانا لا يمكن اقبل ان ابني يكون فاشل. شهاب يا حبيبي، انت قدامك مسؤوليه كبيره، وعشان تقدر تتحملها لازم تبقى راجل في بيتك، عشان تقدر تبقى راجل في شغلك، مفهوم؟ قلت ايه؟ ايوه يا بابا، ما اعتقدش اني عملت حاجه عشان اسمع كل الكلام ده من حضرتك. انا مش جايبك هنا عشان تقول لي عملت وما عملتش، انا جايبك هنا عشان تعرف انت لازم تعمل ايه، والا بقى الكرسي اللي انا قعدتك عليه ملوش لازمه، وروح دور لك على كرسي تاني تقعد عليه، كرسي على قدك. انا زي ما قلت لك قبل كده، انا ما احبش العواطف في شغلي. قلت ايه؟ حاضر يا بابا، انا اعتقد اني فهمت وجهه نظر حضرتك. دي مش وجهه نظر، دي تعليمات، وانا احب تعليماتي كلها تتنفذ بالحرف الواحد ومن غير مناقشه، مفهوم؟ تحت امرك يا بابا. وبعدين تعالى هنا وقول لي، انت بقالك قد ايه متجوز؟ يعني حوالي 4 شهور تقريبا. ومراتك حامل؟ لا، ليه؟ اقصد يعني بابا لسه بدري على الكلام ده. لسه بدري؟ لسه بدري يعني ايه؟ انت لازم تخلف، انا لازم يبقى عندي احفاد. امبراطوريه هارون لازم تستمر، لازم تعيش. ده انا حظي كويس ان انا خلفتك انت واخوك، وما خلفتش بنات. ساعتها بس حسيت ان ثروتي في امان، وان اسمي هيعيش عمري كله. عشان كده كان لا يمكن اطمن الا لما اشوف ولادكم. عيلة هارون يا شهاب لازم تتحدى الزمن وتنتصر عليه، والكلام اللي انا بقوله لك دلوقتي ده لازم انت واخوك تقولوه لاولادكم عشان يقدروا المسؤوليه. افتكر انا قلت كل اللي عندي وكلامي واضح. قلت ايه؟ لا لا يعني لا. هو ايه ده اللي لا يا شهاب؟ مفيش دراسات عليا، والكليه دي مش هتدخليها تاني. يعني ايه؟ انا من حقي اكمل دراستي واخد الماجستير والدكتوراه. تقدري تقولي لي هتعملي بيهم ايه؟ هكمل شخصيتي، انا من ساعه ما دخلت الجامعه وده كان هدفي. ايوه، بس انت دلوقتي زوجه ومش محتاجه. العلم ملوش دعوه بالفلوس. خلاص، يبقى مفيش لازمه اساسا انك تضيع وقتك. انت بتسمي العلم ضياع وقت؟ انا مش مصدقه، مش مصدقه ان واحد متعلم زيك هو اللي بيقول الكلام ده. اسمعي يا انجي، انا هقول لك الخلاصه. انت هتقعدي في البيت هانم، كل طلباتك مجابه. اقعد في البيت اعمل ايه؟ اكلم روحي؟ يا شهاب انت طول النهار في الشغل وانا قاعده لوحدي. ايوه، بس ما تنسيش ان انت وراكي مسؤوليات كبيره. مسؤوليه ايه بقى؟ الولاد. هما فين الولاد دول؟ ما هو ده الموضوع اللي انا عايز اكلمك فيه. موضوع؟ موضوع ايه بقى؟ احنا مش اتفقنا ان احنا مش هنخلف دلوقتي خالص؟ ايه بقى اللي خلاك تغير رايك؟ انا فكرت كويس ولقيت ان مفيش داعي ان احنا نستنى. لا احنا محتاجين، ولا انا لسه بكون نفسي. ايوه، انا دلوقتي فهمت، عشان كده عايز نخلف، عشان اقعد في البيت وما اكملش دراستي. مش ده اللي انا عايزه، اللي انا عايز اكبر من كده بكتير. ممكن اعرف بقى ايه اللي انت عاوزه؟ احافظ على الامبراطوريه. امبراطوريه؟ امبراطوريه ايه؟ امبراطوريه هارون. انتوا خلاص
سميتوه إمبراطورية؟ محدش يقدر ينكر إن مجموعة شركات هارون أكبر مجموعة اقتصادية في البلد. علشان تحافظ على اسم إمبراطورية هارون تحرمني أنا بقى من تحقيق حلمي. حلمك وأملك هيبقوا في ولادك حبيبتي. طب إيه رأيك بقى؟ أنا لا يمكن هخلف إلا أن أخد الماجستير والدكتوراه. تبقى بتخلقي مشاكل ملهاش أي لازمة. خلاص أنت حر، بس أنا بقى مصممة على رأيي. لا يا إنجي، أنتي مكبرة الموضوع قوي. جوزك يا بنتي معاه حق. حضرتك اللي بتقول الكلام ده يا بابا. جرالك إيه يا سعيد؟ أنت مش كنت بتشجعها إنها تكمل دراستها؟ يا جماعة الكلام ده كان قبل ما تتجوز. لا، ما كانش ده كلامك. أنت قلت إنها ممكن تتجوز وتكمل وتاخد الماجستير والدكتوراه. وفريدي يا ستي حتى قلت. دلوقتي الوضع اتغير. بنتك بقى ليها زوج وهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الموضوع ده. بس ده بقى اسمه استبداد. وانا مش ممكن اقبل الاستبداد. يا بنتي كلام جوزك منطقي. صدقيني يا سميره ده في مصلحتها. مصلحتها ده ايه؟ تضيع مستقبلها وطول مصلحتها؟ ما هو انت لو كنت بتفهمي كنت عرفتي كده. بنتك لما تخلف هتضمن مستقبلها. يا سلام، ومين بقى قال ان الخلف بيضمن مستقبل الزوجه؟ ايوه يا ست هانم، لما تكون في وضع بنتك ومتجوزه ابن هارون بيه، لما تخلف من ابنه قيمتها هتكبر عند حماها. ليه بقى يا سي بابا؟ هو انا ماليش قيمه دلوقتي؟ ما تاخدهاش بالمعنى ده يا بنتي، لكن اللي زي هارون بيحسبها كده. ده انا من ثروتي ما تجيش 1/10 من ثروه هارون، كنت هطير من الفرح لما عرفت ان ابني عمرو جاب لي حفيد. انا نفسي اعرف بقى يا بابا، انت معايا ولا معاهم؟ يا بنتي انا عايز مصلحتك. عايز مصلحه بنتك ولا مصلحتك؟ ولا ايه مصلحتي بس في موضوع زي ده؟ هو انا اللي حورث يا سميره؟ خايف على زعل هارون بيه. على عموم موقف بنتي مظبوط. طيب ايه رايك يا انجي لو وصلنا لحل وسط؟ حل وسط ازاي يعني يا بابا؟ يعني يا بنتي تعملي اللي جوزك عايزه وتخلفي وفي نفس الوقت تكملي دراستك. وافرض بقى انه ركب دماغه وما وافقش، وانا حاسه بقى ان هارون هو اللي ورا الموضوع ده. ما هو علشان كده يا بنتي بقول نسيسهم في الاول ونعمل اللي هم عايزينه وتخلفي، وانا متاكد انه بعد كده حماكي هيخليكي تعملي اللي انت عايزاه. لا يا بابا، دي بقى تبقى مساومه وانا ما اقبلش على نفسي المساومه. خلاص يا بنتي انت حرة، بس لازم تفهمي ان نتيجة موقفك ده مش هتبقى في صالحنا كلنا. كويس سعيد. ايه الاخبار يا الهام؟ مبروك زي كل سنة. مبروك علينا. يا سلام، الفرحة المرة دي هتبقى فرحتين. قصدك ايه؟ اقدر اقابل بابا امتى؟ مش تستنى اما تاخد نفسك؟ مشوارنا كان طويل قوي يا الهام، وبعدين بقى انا حبي خلاص نفد. طيب مش اما نشوف الاول احنا هنعمل ايه؟ طب تعالي نقعد في اي مكان ونتكلم. ما انا مش هقدر. ليه مش هتقدر؟ ما هو اصل جده دلوقتي مستنيني على نار زمانه في العربيه. ايه رايك لو خليته يشغلك معايا في مصنعه؟ لا معلش مش هينفع، بابا هيقول لي جحا اولى بلحم طوره. اخصى عليك، ما تقولش على نفسك كده، ده انت اتخرجت وبقيت باشمهندس قد الدنيا وناجح بتقدير جيد جدا. يا سلام، قد ايه مثلا؟ قد البرج كده؟ اكبر بكتير. هو في حاجه اكبر من البرج كده؟ هنقول مبروك امتى؟ يا ساتر، انتوا مش شفتوا النتيجه؟ يا اخي افهم بقى، كمان قصدي على حاجه تانية. قولوا لي انتوا عملتوا ايه؟ ما تهربش من الموضوع، احنا الحمد لله نجحنا. مبروك. برضه مش ده الموضوع. طيب عن اذنكم. عجبكم كده؟ انا مش عارف انتوا عايزين مني ايه. احنا عايزين نعرف بقى انتوا هتتجوزوا امتى. اتأخرتي ليه؟ قلقتيني عليك. ها طمنيني عملتي ايه؟ اطمن يا جد. الف مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. ها وتقدير ايه؟ يعني 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 ايه؟ يعني جيد جدا. اهو كده انت حفدتي صحيح، برافو عليك. اصل انا ما بشغلش عندي مهندسين جايبين تقدير اقل من جيد جدا. يلا يلا يا حبيبتي نركب العربيه ونروح نطمن بابا وماما. يلا بسرعه. يلا.
انا كنت متاكد انه هينجح يا حميده. فايق طول عمره شاطر. على العموم وظيفته مستنياه وعروسته في دماغي. يا حميده ممكن تسيبيني انا اتصرف مع ولادي؟ انا اعرف مصلحتهم اكتر منك. المهم دلوقتي ان انا اقعد مع فايق واوضب له مستقبله. الجرح مهما داوي انا معنى صوتنا واحد، والقلب مهما رضيت عارف طريقه الجراح.